السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة فني الإنتاج في التأمين. والمادة هنا أو المنهج ده بيتكلم عن بابين. الباب الأول اللي هو تدريب وتأهيل المنتجين أو الوسطاء، والباب الثاني بيتكلم عن تسويق المنتجات التأمين. هناخد أول باب اللي هو تدريب وتأهيل المنتجين أو الوسطاء، وإن الباب الأولاني ده بينقسم إلى 3 وحدات. الوحدة الأولى اللي هي أهمية المنتجين لشركات التأمين، وتاني حاجة الباب الثاني أو الفصل الوحدة الثانية بيتكلم عن التشريعات والقواعد المنظمة لشركات التأمين، والوحدة الثالثة بتتكلم عن تأهيل المنتجين الجدد. هنمسك أول باب أو أول وحدة اللي هي أهمية المنتجين لدى شركات التأمين. ومن هنا من الوحدة الأولى لازم نعرف اللي هي القائمين بالإنتاج أو القائمين بالإنتاج. مين هم القائمين بالإنتاج؟ هم أعضاء. أعضاء فين؟ في الجهاز الإنتاج. يبقى هنا القائمين بالإنتاج هم أعضاء. أعضاء فين؟ في الجهاز الإنتاج. طب الأعضاء دول لازم يكونوا يرتبطوا أو لهم علاقة تعاقدية. لازم إن هم يكون لهم علاقة تعاقدية من نوع معين من التأمين أو من نوع معين من شركات التأمين، ولازم يكون في سجل الوسطاء أو المنتجين أو السماسرة. طب لو احنا جينا نشوف مع بعض على الشاشة ايه هو القائمين بالإنتاج، زي ما احنا قلنا هو ان هم أعضاء الجهاز الإنتاج في سوق التأمين الذي تربطهم علاقات تعاقدية. يبقى لازم يبقى في علاقة تعاقدية من نوع معين بشركات التأمين وفقا لشروط التسجيل في السجل. طب انا عندي كم سجل هنا؟ هما 3 سجل. اللي هو سجل ايه؟ اول حاجة سجل الوسطاء، تاني سجل اللي هو سجل المنتجين، وتالت سجل اللي هما السماسرة. يبقى هنا القائمين بالانتاج هم اعضاء الجهاز الانتاجي في السوق التأمين، ولازم ان هي بتربطهم علاقة تعاقدية، ولازم زي ما احنا اتفقنا ان هي علاقة تعاقدية بين هنا بين الشركة في شركات التأمين من نوع معين من شركات التأمين، وهنا في سجلات اللي هي سجل الوسطاء والمنتجين والسماسرة. طيب هنا لو احنا اتكلمنا بعديها طبقا لقانون ايه؟ طبقا لقانون الاشراف والرقابة رقم 10 سنة 1981. ده هما القائمين بالانتاج. طب بعد كده لو احنا اتكلمنا عن تعدد الصور والعلاقات التي تربط اعضاء الجهاز الانتاجي بشركات التي يعملون لحسابها، فقد تكون هذه العلاقات في صورة ان عندي 4 صور من الصور العلاقة اللي بتربط اعضاء الجهاز الانتاجي. هما كام صورة؟ هما 4. الاربعة ايه هما؟ اول حاجة من الاربعة اللي هو الوكيل العام، تاني حاجة اللي هو وكيل خاص، تالت حاجة اللي هو الوسيط، ورابع حاجة منتج. يبقى هنا انا عندي كم صورة من صور اللي بتربطهم اعضاء الجهاز الانتاجي؟ هما 4، اللي هو الوكيل العام، وكيل خاص، وسيط، والمنتج. هنبدأ نمسك كل صورة من الصور دي او كل نوع من الانواع دي ونتكلم عنه. يبقى انا عندي كم صورة من صور تربطهم اعضاء الجهاز الانتاجي؟ قلنا ان هما كام؟ قلنا ان هما 4، اللي هو وكيل عام، ووكيل خاص، وهنا المنتج والوسيط. هنمسك من كل نوع من او كل صورة من الصور ونتكلم عنها بالتفصيل. اول حاجة زي ما اتفقنا اللي هو الوكيل الوكيل العام. طب الوكيل العام ده ايه هو؟ هو شخص موكل عن شركة او مجموعة شركات في بيع وانتاج عقود التأمين. يبقى هنا الوكيل العام ده شخص موكل. مين اللي بيوكله؟ اللي هي شركات التأمين عشان تبيع ان انا ابيع او انتج عقود التأمين. ان انا بنتج او ببيع عقود التأمين اللي هو اسمه الوكيل العام.
يبقى الوكيل العام هو شخص موكل. مين اللي بيوكله؟ اللي هي او شركة او مجموعة من الشركات. طيب ليه؟ الغرض منه ايه؟ ان هو يبيع او ينتج اللي هي وثائق التأمين، وثائق الايه؟ التأمين او عقود التأمين. وعادة ما يكون في شكل شخص اعتباري. يعني ايه شخص اعتباري؟ يعني شخص، يعني هي شركة وليس طبيعي، ويكون له الحق في إصدار الوثائق وتسوية التعويضات في حدود ايه؟ معينة. يبقى الوكيل العام هو موكل من شركة او مجموعة شركات علشان ايه؟ عشان يبيع وانتاج عقود الايه؟ التأمين. وعادة ما يكون ان هو شخص ايه؟ اعتباري وليس طبيعي، وهو من حقه ان هو يصدر الوثائق وتسوية التعويضات. الوكيل العام ده بيعمل ايه تاني؟ هو اما ان يكون وكيل عن شركة في انتاج جميع وثائق التأمين بجميع فروع التأمين التي تزاولها الشركة، او وكيلا عن عدة شركات. يعني هو ممكن يكون شركة واحدة او عدة شركات، فهذا يعني بيع وانتاج او انتاج جميع الوثائق التي تنتمي تحت فرع من فروع التأمين. ده هو ده اسمه ايه؟ الوكيل العام. لو احنا هنقول تاني ان الوكيل العام هو موكل من شركة او مجموعة شركات، طب بيعمل ايه الوكيل ده او غرضه ايه؟ ان هو بيبيع او انتاج عقود التأمين، تمام. وممكن ان هو الوكيل ده يا اما يكون وكيل لشركة معينة او لعدة شركات، مش شركة واحدة بس، ممكن عدة ايه؟ شركات. ده كان اول حاجة او صورة من صور الجهاز الانتاجي اللي هو الوكيل العام. طب لو احنا فاكرين الصورة التانية اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو الوكيل الخاص. طب والوكيل الخاص ده بيعمل ايه او ايه هو؟ لو احنا جينا هنا على الشاشة مع بعض، الوكيل الخاص هو الذي يزاول نشاط الانتاج او البيع في مجال التأمين بجانب مزاولته اعمال اخرى، ولكن لا يكون له حق في اصدار الوثائق او تسوية التعويضات. يبقى هنا الوكيل الخاص بيزود نشاط الانتاج او البيع في مجال التأمين، بس هو مش من حقه ان هو يصدر الوثائق او يساوي تسوية التعويضات. بس احنا شفنا في الاول اللي هو الوكيل العام، ان انا الوكيل العام هو شخص بيبيع وانتاج الوثائق، اصدار الوثائق او بيع العقود، عقود التأمين، ومن حقه ان هو يصدر الوثائق وتسوية التعويضات. اما في اللي هو الخاص، الوكيل الخاص هو ما يقدرش، مش من حقه ان هو يصدر وثائق او يعمل التسوية. يبقى هنا الفرق بين الاثنين اللي هو الوكيل العام والوكيل الخاص. الوكيل العام من حقه ان هو يعمل التسوية ومن حقه ان هو يصدر الوثائق، اما في الوكيل الخاص هم مش من حقه ان هو يصدر الوثائق او ان هو يسوي التسويات، تسوية التعويض. طيب ده احنا خدنا اول حاجة اللي هي الوكيل العام وخدنا الوكيل الخاص. طب وتالت حاجة من الصور اللي هي الصورة الثالثة اللي هي مين؟ اللي هو الوسطاء او السماسرة. هنا الوسطاء والسماسرة هو الافراد او الشركات التي تعمل او تزاول انشطة الوساطة او السمسرة بين البائع والمشتري. يعني هو سمسار بين البائع والايه؟ والمشتري في الاعمال التجارية وعموما وفي مجال بيع وانتاج وثائق التأمين بصفة ايه؟ بصفة خاصة. طيب هنا السمسار او الوسطاء بيحصل على اجر او عمولة من البائع او شركة التأمين، لا يحصل على اي مكافأة من جانب العميل ايه؟ عادة. يبقى هنا الوسطاء او السماسرة هو بياخد اجر او عمولة منين؟ من شركات التأمين، بس هو ما بياخدش مكافأة من العميل نفسه. يعني هنا في الاجر في الوسطاء او السماسرة هما بيكونوا وسيط بين البائع والمشتري، وهو بياخد ايه؟ بياخد اجر. طب الاجر ده بياخده من مين؟ من شركات التأمين. ما ينفعش ان انا اخد مكافأة، السمسار ده او الوسيط ده ما ينفعش ان هو ياخد مكافأة من العميل، لان هو بياخد اجر، او بياخد اجر من مين؟ من شركات الايه؟ التأمين. يبقى احنا خدنا الوكيل العام، الوكيل الخاص، والوسطاء او السماسرة، واخر حاجة من الصور اللي هو المنتج او المنتجين.
لو احنا هنشوف مع بعض هنا المنتجين اللي هو ايه يقصد به الاشخاص الطبيعيين الذين يعملون بقسم الانتاج في شركات التأمين، والذين يقومون بانتاج وتسويق الوثائق التأمينية. يبقى هنا المنتجين دول هم الاشخاص الطبيعيين اللي بيعملوا بقسم الانتاج في شركات التأمين، وبيقوموا بانتاج ايه؟ بانتاج وتسويق الوثائق التأمينية، وبيتقاضى المنتج ده مرتب شهري. يبقى هنا بياخد مرتب شهري كمصروف بالإضافة إلى عمولة من العمليات التي يقوم بها في ضوء شروط التعاقد مع الشركة. يبقى هنا لو احنا قلنا نفرق بين السمسار والمنتجين، ان السمسار او الوسطاء هو بياخد اجر، بياخد ايه؟ اجر. اما في المنتجين هو بياخد هنا مرتب شهري، بياخد مرتب ايه؟ شهر. احنا شوف الفرق بين ده وده، ان هنا السمسار او الوسطاء هو بياخد اجر، اما في المنتجين هو بياخد ايه؟ بياخد مرتب شهري. بياخد مرتب ايه؟ بياخد مرتب شهري ومصروفات اضافية او عمولة اخرى. تمام كده يا جماعة؟ يبقى احنا كده اتكلمنا عن القائمين بالانتاج، وقلنا ان هم اعضاء في الجهاز الانتاجي، واتكلمنا عن الصور اللي بيقوم بيها الجهاز الانتاجي، وقلنا ان هم اربعة، اللي هو الوكيل العام والوكيل الخاص والسماسرة والوسطاء والمنتجين. هنيجي بعد كده في الجزئية اللي بعد كده، اللي هو الخدمات اللازمة لجهاز الانتاج. وايه هي الخدمات اللازمة لجهاز الانتاج؟ اول حاجة، او هنا، لكي يقوم الجهاز الانتاجي بالاعمال والواجبات المطلوبة منه او التي يكلف بها، يجب ان تتوفر له عدة خدمات. الجهاز الانتاجي ده لازم يكون، لازم لو انا عاوز ان انا اقوم بالاعمال او هو يقوم بالاعمال والواجبات المطلوبة منه، لازم ان هو تتوفر له عدة خدمات، من اهمها توفير كافة الخدمات الادارية والفنية اللازمة لجهاز الانتاج. طب زي ايه؟ او مثال لايه؟ اول حاجة اللي انا بوفر ادارة متخصصة لاصدار وثائق التأمين. يبقى هنا الخدمات في الجهاز الانتاجي، اول حاجة ان انا بوفر ادارة متخصصة لاصدار وثائق وثائق التأمين. تاني حاجة ان انا بوفر جهاز طبي للكشف على العملاء في حالة بيع وثائق تأمين الاشخاص التي تستلزم الكشف الطبي. يبقى هنا في الوثائق التأمين على الأشخاص، أنا لازم إن أنا يبقى فيه جهاز طبي. جهاز طبي ليه؟ عشان أنا بكشف على العملاء بتوعتي، فأنا محتاجة من الخدمات إن أنا يكون فيه كشف طبي. يبقى هنا محتاجة إن هو يبقى فيه كشف طبي. يبقى هنا من الخدمات، أول حاجة إحنا قلناها لو إحنا نفتكر مع بعض، أول حاجة قلنا إن هي إيه؟ إن أنا بوفر إدارة لإصدار الوثائق، متخصصة لإصدار الوثائق. تاني حاجة من الخدمات ان انا محتاجة كشف طبي، توفير ان هو كشف طبي. طب كشف طبي ده لايه؟ لو وثائق على تأمينات على الاشخاص. ليه؟ علشان انا بعمل ايه؟ ان انا ببدأ ان انا بكشف على العملاء بتوعتي. ده تاني ايه؟ من تاني اتني دي تاني حاجة من خدمات اللي بيكون بيها الجهاز الانتاجي. طب وتالت حاجة اللي هي المعاينة، متخصصين لمعاينة الأخطار المزمع للتأمين عليها في حالة بيع وثائق تأمينات الممتلكات، سواء كانوا داخل الشركة أو من مكاتب المعاينة التي تعمل بصفة مستقلة، وتقدم خدماتها لكل الشركات مقابل أجر. يبقى هنا متخصصين لمعاينة الأخطار. لو انا في لو انا بستخدم اللي هي وثائق الممتلكات او وثائق تأمين الممتلكات، لازم ان انا اعمل ايه؟ ان انا يبقى في معاينة، انا بروح اعين المكان اللي انا هأمن عليه، فلازم يكون في معاينة، يا اما بيكون معاينة في شركة التأمين، يا اما في مكاتب خاصة او متخصصة للمعاينات. فيا اما اكون عندي متخصصين في الشركة بتاعتي، شركة التأمين، يا اما شركة التأمين بتروح لمكاتب المعاينة وبتطلب منهم ان هم يجوا يعينوا قبل ما بنعمل الوثائق. يبقى هنا من الخدمات قلنا اول حاجة ان انا اوفر ادارة متخصصة لاصدار الوثائق،
تاني حاجة قلنا ان انا لازم يبقى فيه جهاز طبي لشركات، جهاز طبي فيه لو انا بعمل وثائق تأمين الاشخاص عشان اقدر ان انا اكشف على العملاء، وقلنا تالت حاجة ان انا لازم يكون فيه معاينة لو فيه وثائق تأمين الممتلكات عشان ابدأ ان انا اعاين على المكان اللي انا هأمن عليه. طب نيجي نشوف بعد كده الرابع حاجة الخدمات، اللي هو توافر إدارة خاصة بتسوية الخسائر وسداد التعويضات. ان انا لو هوفر إدارة لان انا اسوي فيه الخسارة وسدد التعويضات عند المطالبة بالتعويضات في تأمينات الممتلكات والمسؤولية للمحافظة على العملاء الحاليين وتشجيع العملاء المرتقبين للتعامل مع الشركة. يبقى أنا لازم يبقى عندي إدارة خاصة بتسوية الخسارة أو الخسائر وسداد التعويضات عند المطالبة بتعويض في التأمينات الممتلكات والمسؤولية. ليه؟ علشان إن أنا أحافظ على العملاء الحاليين وإن أنا أشجع عملاء للتعامل مع الإيه؟ مش الشركة. طيب بعد كده من الخدمات خامس حاجة اللي هي إدارة خاصة للاستحقاقات والحسابات لتسهيل حصول جهاز الإنتاج على مستحقاته بسرعة وفي ميعاد استحقاقه، وبالتالي توفير وقته وجهده للتركيز على عمليات البيع والإنتاج والاتصال بالعملاء. يبقى أنا لو أنا وفرت إدارة خاصة للاستحقاق والحسابات كده أنا بسهل للجهاز الإنتاجي اللي هو يعمل يحصل على مستحقاته بسرعة وفي مواعيد استحقاقه، وبالتالي ان انا بوفر للجهاز الانتاجي ده وقت وجهد وتركيز في عمليه بيع الايه؟ بيع الوسائط. بعد كده من الخدمات اللي هو واخر حاجه اللي هو جهاز خدمه العملاء. يبقى هنا احنا خدنا الخدمات، قلنا ان الخدمات هم سته واحنا اتكلمنا على السته اهو. بعد كده هنتكلم عن اهميه الجهاز الانتاجي، وهنا الأهمية الجهاز الإنتاجي هو مهم جدا. طب هو مهم جدا ليه يا بنات؟ أول حاجة إن أنا تعريف السوق أو العملاء والشركات وتاريخها ودورها في الاقتصاد المصري العام. يبقى هنا أول حاجة من الأهمية إن أنا بعرف السوق أو العملاء بالشركات وتاريخها ودورها في السوق في الاقتصاد المصري العام. طب تاني حاجة من الأهمية اللي هي المسؤولية أو مسؤول عن توفير الأموال السائلة. يبقى الجهاز الإنتاجي هو مسؤول عن توفير الأموال السائلة بشكل مستمر وأن يحافظ على التدفق النقدي للشركة على مدار الإيه؟ على مدار العام. تالت حاجة إن هو بيعرف العملاء بمجموعة المنتجات داخل شركته ويعرض عليه بل يقوم بإقناعه بالمنتج. يبقى هنا أنا بعرض يعني من أهمية هنا الجهاز الإنتاجي إن هو بيعرف العملاء بمجموعة المنتجات داخل شركته وبيعرض عليه ويقوم بإقناعه بالمنتج، إن أنا هنا بقنعه بالمنتج المناسب له بعد دراسة الحالة المالية والاجتماعية. يعني أنا بدرس الحالة الاجتماعية والمالية للعميل عشان أقدر إن أنا أقنعه أقدر إن أنا أقنعه بيها. ما ينفعش إن أنا إيه إن أنا بديله أو بعرض له المنتج وأنا معرفش الحالة الاجتماعية بتاعته أو المالية وأقول له إن أنت اشتري المنتج ده. لا، إحنا لازم قبل ما بتعرض المنتج ده أنت بتدرس احتياجات هنا العميل وبتشوف إيه هي احتياجاته أو إيه هي احتياجاته المالية أو هو عنده إيه المقدرة في المالية والاجتماعية، وإزاي إن أنت تقدر إن أنت تقنعه بالمنتج المناسب ليه. مش أنت هتقنعه بمنتج مش مناسب، لا، انت درست العميل وعرفت ايه هو احتياجاته فتقدر ان انت تقنعه بالمنتج بتاعك اللي مناسب ليه. هنرجع تاني هنا والاحتياجات العميل من التغطية اللازمة المناسبة ليه. دي تالت حاجة من الاهمية. طب رابع حاجة من الاهمية ان هو بيعتبر جهاز الانتاج هو الوجهة الرئيسية للشركة، حيث ان العملاء تقوم بعملية الشراء بعد قناعته بالشخص ثم الشركة. يبقى هنا الجهاز الانتاجي ده جوجها، وهنا ان العملاء بتكون بعملية الشراء بعد اقناعهم بالشخص نفسه وبعديها الشركة. وهنا خامس حاجة احيانا هنا الجهاز الانتاجي يكون بتحصيل بجانب البيع، ان هو بيحصل بجانب البيع
ويعمل الموظف خدمة عملاء، وكذلك موظف خدمة ما بعد البيع، وموظف العلاقات الايه، وموظف في العلاقات العامة. يبقى احنا كده اتكلمنا عن أهمية الجهاز الإنتاجي، وقلنا إن أهمية الجهاز الإنتاجي ده مهمة جدا، ولازم إن احنا بنعرف احتياجات العميل وهو يقدر إن هو يعمل إيه. تاني حاجة إن هو بيضاف الجهاز الإنتاجي إن أنا بعرف إيه هي احتياجات العميل وببدأ إن أنا أعرف إيه هي. هنيجي في رابعا عناصر نجاح الجهاز الإنتاجي. ايه هي العناصر ان انا اقدر ان انا انجح فيها الجهاز الانتاجي؟ انا عندي 7 نقط او 7 عناصر لنجاح الجهاز الانتاجي. طب ايه هما السبعة دي؟ اول حاجة اعطاء عدد من الدورات التدريبية المناسبة لتأهيله ومعرفته بطبيعة وثائق التأمين التي تنتجها الشركة. ان انا بدي دورات تدريبية مناسبة لتأهيل ومعرفة بطبيعة وثائق التأمين التي ينتجها الايه الشركة. طب تاني حاجة ان انا بوفر شروط خاصة بالسن والمقومات الايه الشخصية. عندي هنا القواعد الاخلاقية وميثاق الشرف لمهنة الوسطاء في التأمين اللي احنا قلناهم ان هم هيكونوا 7، اللي هي ايه؟ النزاهة الشخصية، الكفاءة المهنية ومقومات النجاح، جودة الخدمة واستشارة الخبراء، 4 تقديم النصح والمشورة للعملاء، 5 الحفاظ على سرية البيانات وحماية ممتلكات العملاء، 6 قواعد إجراء المقابلات على العملاء، وهنا خدمات ما بعد البيع اللي هي 7. يبقى هنا القواعد الأخلاقية وميثاق الشرف لمهنة الوسطاء في التأمين هما كام؟ هما 7. هنبدأ نتكلم عن واحدة واحدة منهم. أول واحدة اللي هي النزاهة الشخصية، والنزاهة الشخصية بتقول هنا إن تعني حسن السمعة في أداء المهنة والبعد عن كل الأفعال التي تنطوي على الغش أو الخداع او عدم الشفافية او اخفاء الحقيقة او عدم ارشاد العميل الى التغطية المناسبة او ادعاء المعرفة التخصصية في كل شيء وعدم اللجوء الى اصحاب الخبرة. يبقى هنا النزاهة الشخصية ان انا لازم ما يكون عندي سمعة كويسة، ولازم يكون ان انا بدي بيانات صحيحة، وان انا ما بغشش ما بخدعش العميل، انا بديله كل حاجة، بيكون عندي النزاهة الشخصية بتاعتي انا. ما ينفعش ان انا اغشه، ما ينفعش ان انا اديله بيانات خطأ، ما ينفعش ان انا اديله اخدعه، لا، لازم ان انا اكون حد عنده النزاهة الايه الشخصية. دي من المواثيق اللي احنا بنعمل عليها. طب تاني حاجة اللي هي الكفاءة المهنية ومقاومة النجاح، ان الوسيط او المنتج يجب ان يكون لديه قدرا من المعلومات المهنية الكافية والمتخصصة في مجال التغطية التأمينية التي يطلبها الايه العميل. يبقى هنا الكفاءة المهنية ان انا لازم يكون الوسيط عنده المعلومات الكافية على المهنة بتاعته عشان يقدر ان هو يرد على العميل بكل استفساراته لو هو طلب ان هو او سأل عن اي حاجة تخص الوثيق او تخص الحاجة اللي انا ببيعها. يبقى انا لازم كوسيط او كمنتج ان انا اعرف كل حاجة او اعرف البيانات المهنية الخاصة بيا او المعلومات المهنية الخاصة بيا عشان اقدر ان انا ارد على العملاء. تالت حاجة هنا اللي هي جودة الخدمة واستشارة الخبراء، ان جودة تقديم الخدمة التأمينية من جانب الوسطاء للعملاء تستلزم قيام الوسيط بأخذ رأي الخبراء او زملاء المهنة في مجال التغطية التأمينية المتخصصة التي لا يمتلك الوسيط خبرة كافية عنها، أو توجيه العملاء إلى استشارة هؤلاء الخبراء المتخصصين حتى يصل التغطية المناسبة دون تحمل العميل أعباء إضافية.
يبقى هنا جودة الخدمة أو استشارة الخبراء، يبقى هنا لازم إن أنا أستشير. لو أنا مش عارفة حاجة من الجزئية دي لازم أستشير الخبراء أو المتخصصين أو حد من الزملاء الخاص اللي عارفين الحاجات دي. ما ينفعش إن أنا إيه أقول إن أنا عارف الحاجة دي وأنا معرفهاش. لو أنا محتاج إن أنا أعرف أسأل الخبراء المتخصصين ليه، علشان إن أنا ما أحملش على العميل هنا أعباء إضافية. يبقى لازم لو انا في اي جزئيه انا معرفهاش لازم ان انا استشير او اعرف من الخبراء المتخصصين في الجزئيه اللي انا مش عارفها. بعد كده اللي هو تقديم النصح والمشوره للعملاء. ان الوسيط الجيد هو الذي يقدم مشوره كافيه وواضحه وبسيطه متضمنه كل الحقائق الخاصه بالتغطيه التامينيه المناسبه لاحتياجات العميل بعد دراسة هذه الاحتياجات ومعرفة حقيقة الأخطار التي تواجه هذا العميل. يبقى هنا لازم ان الوسيط ده يكون عنده قدر من النصح والمشورة، ولازم ان هو يدي للعميل ان هو ينصحه وان هو يديله مشورة ان هو ياخد الوثيقة دي او ان هو يشتريها ولا لا، هل هي مناسبة ليه ولا لا. لازم يكون عنده الامانة دي ان هو بينصحه وان هو بيديله المشورة في التغطية التأمينية. ما ينفعش او مش هفرح ان انا ابيع الوثيقة اللي هو للشخص ده وهي مش مناسبة ليه او هي ما ينفعش ان هي تكون للعميل. يبقى هنا من المواصيل ان انا لازم ان انا ادي مشورة ونصح للعميل. خامس حاجة الحفاظ على سرية البيانات وحماية ممتلكات العملاء. واتكلمنا ان احنا لازم هنا ان الوسيط الجيد والكفء الذي يتمتع بالنزاهة ويحافظ على ميثاق شرف المهنة، ان انا بحافظ على ميثاق شرف المهنة، ويجب ان يحافظ بشدة على سرية البيانات. ان انا البيانات بتاعتي ما ينفعش ان انا اديها لاي حد، لازم ان انا احتفظ بسرية البيانات والتي يمكن من معرفتها عن عملاء خاصة فيما يتعلق بالممتلكات، الا اذا كان الافصاح عن سريتها لمصلحة اختيار التغطية المناسبة للعميل وموافقة العميل نفسه قبل الافصاح عن هذه البيانات، على ان يكون في ادق الحدود وحسب المطلوب فقط. يبقى هنا الحفاظ على سرية البيانات، ان هنا الوسيط الجيد والكف لازم ان هو يكون على ان هو يحفظ سرية البيانات. ما ينفعش ان هو يطلق او يفشي سر البيانات دي الا اذا كان العميل قال ان هو او عطاله ان هو السماح ان هو يقوله، بس دي علشان ايه؟ عشان التغطية التأمينية الخاصة بيه. وما ينفعش ان هو بيقول البيانات كلها، لازم ان هو ياخد الاذن من مين؟ من العميل، وبيقول جزئية بسيطة بس علشان اللي هي التغطية التأمينية، ان انا اقدر ان هو يختار الاحتياجات او التغطية التأمينية الخاصة الخاصة بيه. بعد كده هنا المقابلات، قواعد اجراء المقابلات مع العملاء. طبعا هنا القواعد دي بتنقسم الى ثلاث حاجات. اول حاجة اللي هو عناصر الشخصية الجيدة واداب الحوار والحديث. اول حاجة لازم ان انا اهتم بالمظهر العام والملبس والنظافة الشخصية. تاني حاجة ان انا اتجنب كثر المزاح وخفة الدم والتهريج بدون مبرر، الابتعاد عن الإساءة للآخرين أو النقد غير الموضوعي للزملاء أمام العميل، الاستئذان بالتدخين إذا كان الوسيط مدخنا، إعطاء فرصة للعميل في الرد والمشاركة في الحديث. يبقى هنا زي ما احنا اتفقنا هو ان العناصر الشخصية، عناصر الشخصية الجيدة لازم يكون المظهر الشخصي للشخص اللي هو رايح يعمل المقابلة، لازم المظهر العام يبقى كويس، لازم هنا يبقى فيه اللباقة في الكلام في التحدث، لازم ان انا استأذن لو انا بدخن ويكون العميل بيدخن ان انا استأذن ان انا ادخن، لازم ان انا ما اقعدش انقد اي حد قدام العميل واتكلم باسلوب كويس، ولازم ان انا اديله وقت ان هو يتكلم. ما ينفعش ان انا افضل ان انا اتكلم طول الوقت والعميل ما يتكلمش، لازم نديله وقت او مساحة للتحدث والكلام.
دي هي من عناصر الشخصية الناجحة اللي أنا أقدر إن أنا أستخدمها. طب وتاني حاجة في المقابلة، اللي هي المقابلة مع العملاء. والمقابلة مع العملاء أول حاجة إن أنا بحدد موعد المقابلة، أحترم هذا الموعد، التحضير الجيد للموضوعات التي سوف يتم التحدث أو الحديث بشأنه. لازم إن أنا أحضر جيدا للموضوع، لازم ان انا اتعرف على ظروف العميل الاقتصادية والاجتماعية حتى يمكن تقديم العروض المناسبة من التغطية التأمينية. الالمام التام بمنتجات التأمين المنافسة وتقديم افضل العروض. دي هنا في المقابلات مع العميل، ان انا ماجي اعمل مقابلة مع العميل لازم ان انا احدد موعد مناسب، ولازم ان انا التزم بالموعد ده. انا قلت ان الميعاد مثلا الساعة 10، يبقى انا لازم ان انا اكون 10 بالظبط او قبل 10 كمان، يعني 10 ل 5 اكون موجود. ما ينفعش ان العميل يستناني، لازم ان انا التزم بموعد المقابلة. قبل ما اروح اعمل المقابلة لازم ان انا احضر جيد جدا في المقابلة، ولازم اعرف ايه هي احتياجات العميل. ما ينفعش ان انا اروح اتكلم مع العميل وانا ما اعرفش ايه هي احتياجاته، ما اعرفش هو عاوز ايه. لازم ان انا ادرس احتياجات العميل قبل ما بروح له، لازم اشوف ايه هي المنافسين اللي قدامي واعرف ايه هي المنافسة عشان اقدر ان انا المنافسين اللي قدامي عشان اقدر ان انا اعرض عروض مناسبة لي او افضل من المنافسين. دي في اثناء المقابلة، اثناء الايه المقابلة. هنيجي بقى الجزء اللي بعد كده، مكان المقابلة. وانا هنا المكان المقابلة، اذا كان مكان المقابلة في مكان عمل العميل او محل اقامته، لازم ان انا اتجنب الحديث في وجود ضيوف للعملاء. لو في ضيوف في العملاء، انا رايح مكتب العميل ولو لقيت في ضيوف اتجنب الحديث، هستنى ان انا مش هتحدث الا لو هو اذني ان انا اتكلم. اثناء المقابلة مع العميل قدم نفسك كوسيط او سمسار او كمنتج بكل ثقة واعتزاز وفخر بمهنتك وبالشركة التي تعمل لحسابها. شرحها للعميل دور هذه الشركة وحجمها في السوق ومزاياها التنافسية. اعرض نشرات ومطبوعات مختصرة عن انواع التغطية المناسبة. اخر حاجة اللي هو اعرض اسماء بعض العملاء الكبار الذين يتعاملون مع الشركة. يبقى هنا انا عندي في مكان المقابلة، عندي اما اقابله في مكانه اللي هو مكتبه الشخصي، يا اما عندي في شركة التأمين. احنا اتكلمنا دلوقتي عن لو انا رحت له مكتبه هو، لو انا رحت المكتب عنده ولقيت ان عنده ضيوف، يبقى هنا هستنى، مش هقدر ان انا اتكلم الا لو هو اذني ان انا اتحدث قدام الضيوف. وقبل ما اتحدث قدام الضيوف وهو اذني ان انا اتحدث قدام الضيوف اللي عنده، لازم ان انت تقول له ان انت محتاج ان انت تتعرف عليهم. طب انت ليه هتتعرف عليهم؟ علشان ممكن بعد كده ان انت تعمل معاهم او تقدر ان انت تروح لهم عشان تعمل تبيع لهم الوثائق. طيب لو هو ما اذنكش ان انت تتكلم، يبقى انت خالص مش هتتكلم، هتتجنب الحديث اثناء الايه اثناء الضيوف. تاني حاجة ان انت لازم ان انت تعرض الوثائق بتاعتك، ولازم يكون معاك هنا منشورات او مطبوعات بتتكلم عن الشركة. ولازم وانت بتقدم نفسك ان انت بتقدم نفسك بثقة وباعتزاز، وان انت معتز بالشركة بتاعتك، ولازم توصل للعميل ان انت بتحب الشركة دي او الشركة دي بتتكلم باسم الشركة وبكل ثقة. لازم يوصل للعميل، عشان لو هو وصل للعميل هيقدر ان هو يعمل او ياخد كلامك بثقة. لازم ان انت وانت بتتكلم تقول له على العملاء اللي عندك الكبار اللي هم عاملين معاك او هم اشتروا منك تأمين او وثائق التأمين. لازم ان انت وانت بتتكلم تقول لهم على الكبار العملاء اللي عندك. دي كانت هنا لو انا رحت له المكتب عنده. طب لو هو جه عندي المكتب هيحصل فيه ايه او هيعمل ايه؟ لازم هنا السكرتير اللي هو هيستقبله يكون عنده خبرة ان هو يقدر ان هو يتعامل مع العملاء الجدد.
وحضرتك طبعا هتبدأ ان انت بتلتزم بالمواعيد. تاني حاجة ان انت لو انت ما ينفعش ان اثناء العميل متواجد في المكتب عند حضرتك ان انت ترد على التليفون، انت لازم ان انت تدي وقتك كله مع العميل، لازم ان انت تفضل مع العميل طول الوقت وتديله كل وقتك، ان انت بتعرض له الوثيقة وان هو لازم يظهر للعميل ان انت مهتم بيه وان هو الموعد ده بالنسبة لك حاجة مهمة جدا، وان انت بتديله بتعرض له المنشورات او المطبوعات اللي هي موجودة تخص الشركة وبتتكلم عن الشركة عشان ان انت تقدر ان انت تقنع العميل. وبرضك لازم ان انت تكون عارف ايه هي احتياجات العميل وهو محتاج ايه. وهنا برضك بتيجي تتكلم بتتكلم عن العملاء اللي هم عندك فعليين القدامى اللي انت شغال معاهم، لازم ان انت تقول له قدام يعني وانت بتتكلم مع العميل. لو احنا هنيجي هنا هنشوف هنا مع الشاشة او مكان المقابلة، اذا كانت المقابلة في مكتب الوسيط او في شركة التأمين، يجب ان تجيد السكرتارية المكتب استقبال العملاء حديثا ومظهرا، لازم يكون المظهر كويس، ان يكون مكتبك نظيفا ومنسقا ومرتبا، الا تشغل نفسك باحاديث جانبيه او تليفونيه اثناء مقابله العميل، ان تعطي بعض النشرات الخاصه بالشركه، تقديم بعض المشروبات واظهار كرم الضيافه، لازم حضرتك ان انت بتديله اي مشروب او لازم ان انت تظهر كرم الضيافه. هنا الحرص على الجلوس امام العميل او بجواره بعيدا عن الجلوس على مكتبك الاساسي، حيث يشعر العميل بالاهتمام به والتقرب اليه. يعني ما ينفعش ان انت تقعد على المكتب مكتبك وهو قاعد قدامك، لا انت ممكن تقعد جنبه او بجواره علشان ان هو يشعر العميل بالاهتمام والتقرب اليه، ده لو كان المقابله في الوسيط او في شركه التامين. هنا اخر حاجة اللي هي خدمات ما بعد البيع، لكي يحافظ الوسطاء على العملاء وضمان استمراريتهم في التعامل معهم يجب مراعاة ما يلي. اول حاجة من خدمات ما بعد البيع المجاملات في المناسبات السعيدة، لو في اي فرح اي عزين اي حاجة انا اقدر ان انا ايه بروح اجامل العميل. تاني حاجة تجنب كثرة التردد على العميل بدون مناسبة ولا تنقطع عنه نهائيا، يعني ما ينفعش ان انا اتردد عليه كل شوية بدون اسباب او من غير حتى ما انا استأذن، وبرضك ما ينفعش ان انا انقطع عنه من ساعة ما هو عمل الوثيقة عندي، ما ينفعش ان انا انقطع عنه نهائيا. تالت حاجة عدم التدخل مع العميل في معاملات مادية خاصة بالتجارة أو الاقتراض لتجنب الخلافات معه والمحافظة عليه. أربعة مراعاة الأمانة والصدق والشفافية في التعامل مع العميل أثناء عمل التغطية التأمينية. خمسة عدم تقديم خدمات تأمينية خاصة بالشركة المنافسة للشركة التي تعمل لحسابها بسبب تخفيض التكلفة أو تسهيلات في السداد. يعني هنا ما ينفعش إن أنا أقدم خدمات تأمينية خاصة بالشركة المنافسة للشركات التي تعمل لحسابها بسبب تخفيض التكلفة أو التسهيلات في الإيه في السداد. ستة المحافظة دائما على الولاء للشركة أو الشركات التي تعمل لحسابها. سبعة عند الاستلام الأقساط من العملاء يجب سدادها للشركة فورا وتقديم الإيصال الدال على سداد العميل. أنا هستلم القسط من العميل، يبقى أنا لازم بعد ما بستلم على طول فورا إن أنا أروح أودي أو أعمل أقدم الإيصال الدال على السداد ده للعميل، وإن أنا أدي الفلوس على طول للشركة فورا، يعني ما سيبش الفلوس تكون معايا مثلا أسبوع أو أسبوعين أو شهر وأقول بعديها بأدي الفلوس للشركة التأمين، لا لازم حضرتك بعد ما تستلم من العميل فورا بتبدأ ان انت تدي الفلوس للشركة على طول وبتقدم ايصال الدال على سداد الايه العميل. تامن حاجة عرض كل جديد من التغطيات التأمينية المناسبة للعميل
مع إشعاره بأنك تريد تقديم أفضل خدمة تأمينية في ضوء ما يحدث لديه من تغيرات اقتصادية واجتماعية. حضرتك أنت بتتابع كل العميل وإيه هي التغيرات اللي بتحصل اقتصاديا واجتماعيا، وتبدأ أن أنت تعرض عليه كل جديد من التغطية التأمينية المناسبة للعميل، لأن العميل كل شوية هتلاقي أن هو بيبدأ يعمل أو يبدأ أن هو يحصل له تغيرات في الاقتصادية والاجتماعية، فهو هيكون مبسوط جدا أن أنت بتعرض له كل ما هو جديد. 9. استئذان العميل في التعرف على أصدقائه أو زملائه في المهنة لتقديم خدمة تأمينية لهم. يبقى انت لازم تستأذن من العميل، ما ينفعش ان انت تروح للأصدقاء وكده من غير حتى ما تستأذن من العميل. لازم ان انت تستأذن منه ان انت هتتعرف او تعرف من الأصدقاء ده، عشان تبدأ ان انت تديهم التغطية التأمينية او تعرض عليهم التغطية التأمينية. ما ينفعش ان انت تروح تتكلم مع زملاء العميل مباشرة من غير حتى ما العميل يعرف ان انت رحت. لا، ده لازم من خدمات ما بعد البيع ان انت تستأذن العميل ان انت هتتعرف على زملائه في المهنة. بعد كده اللي هي كده احنا خدنا خدمات ما بعد البيع، واتكلمنا عن الوحدة الاولى. ولو احنا فاكرين احنا اتكلمنا عن الايه، اتكلمنا عن المقدمة او مقدمة الانتاج، واتكلمنا عن اهمية الجهاز الانتاجي، وقلنا ايه هي الصور بتاعتها. هندخل على الوحدة التانية اللي هي التشريعات والقواعد الخاصة او القواعد لشركات الايه التأمين. طيب هنيجي مع بعض هنا. اولا التشريعات المنظمة لعملاء الوسطاء والمنتجين. ايه هي التشريعات دي؟ وبصدور القانون رقم 118 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وإصدار بالقانون رقم 10 سنة 1981، والذي أورده في المادة رقم 7 قيام الهيئة بالإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقا لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملائمة المالية. يبقى هنا في بيصدر القانون سنة كام؟ سنة 2008 بتاريخ كام؟ برقم كام؟ 118. طب ده بشأن ايه؟ ان انا عدلت بعض احكام قانون الاشراف والايه والرقابة على التأمين في ايه؟ في مصر. طب هو كان صادر سنة كام؟ كان صادر سنة 1981 برقم كام؟ برقم ايه؟ 10، لقيام مع الهيئة بالإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وقلنا ان الأشخاص الاعتباريين اللي هي الشركات الذين يزاولون نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقا لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملائمة للايه؟ الملائمة المالية. هنيجي نشوف ايه هي اجراءات وشروط تسجيل الوسطاء وتنظيم عملهم في المادة من 71 حتى 74. ايه هي الاجراءات دي؟ اول حاجة المقصود بالوسيط في التأمين هو كل شخص طبيعي او اعتباري يتوسط في عقد عملية التأمين او اعادة التأمين. يبقى هنا الوسيط قلنا ان هو ايه؟ ان هو الوثيق ده هو شخص طبيعي او اعتباري، وشخص طبيعي او اعتباري يتوسط في عقد عملية التأمين او اعادة التأمين. تاني حاجة، يعتبر العاملون بالجهاز الانتاجي بشركات التأمين او اعادة التأمين القائمة من وسطاء التأمين. يبقى هنا العاملين بالجهاز الانتاجي شركات التأمين إعادة التأمين قائمين من وسطاء الايه؟ التأمين. تالت حاجة، ان هنا تنظيم اللائحة التنفيذية للقانون اوضاع وشروط مزاولة الوسطاء لأعمالهم. رابع حاجة، لا يجوز للوسطاء ان يزولوا اعمالهم ما لم تكن اسمائهم مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة. يبقى انا ما ينفعش للوسطاء، لا يجوز ان هم يزاولوا اعمالهم ما لم يكونوا مسجلين في او مقيدين في السجل المعد لهذا. 5،
يثري القيد في سجل وسطاء التأمين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. يعني أنا بقيد نفسي بكل 3 سنوات، يعني بعد 3 سنوات ينفع إن أنا أجدد إن أنا أسجل في سجل الوسطاء. 6، بيؤدي طالب القيد أو التجديد في سجل الوسطاء رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. يبقى هنا القيد أو التجديد في سجل الوسطاء مين اللي بيحدده؟ هي مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. 7، توفير أو توافر شروط القيد أو التجديد للأشخاص التبعيين في سجل الوسطاء إلى جانب اجتياز إحدى الدورات التدريبية. يبقى لازم الشخص الطبيعي ده لازم ان هو يجتاز الدورات التدريبية عشان يقدر ان هو يبدأ ان هو في شروط القيد او التجديد. يشترط لقيد او تجديد قيد الاشخاص الاعتباريين اللي هو الاشخاص الاعتبارية اللي هي الشركات في سجل الوسطاء ان يكون الشخص هيئة شركة مساهمة مصرية، هيئة شركة مساهمة ايه مصرية. 9، يتم القيد والتجديد والشطب للوسطاء بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين. يبقى هنا بيتم القيد والتجديد والشطب للوسطاء بقرار من مين؟ لو أنا هشطب أو هجدد أو هعمل قيد بيبقى من مين؟ من رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين، وما ينفعش أي حد يقدر إنه يشطب أو يجدد أو يعمل قيد للوسطاء إلا من رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين. 10، على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند التجديد وثيقة تأمين مسؤولية مهنية. يعني ما ينفعش ان هو طالب القيد او التجديد ان هو يقيد بالسجل الا اذا كان عنده وثيقة تأمين مسؤولية مهنية. 11، ان يباشر الوسطاء اعمالهم وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. 12، ان انا بحدد اللائحة التنفيذية وأوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك. 13، يحظر على وسطاء التأمين العمل في مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوائية. ما ينفعش إن الوسيط يشتغل في أعمال المعاينة، ان الوسيط ده هو شغلته ان هو يكون وسيط بين البائع والمشتري، ما ينفعش ان هو يروح يشتغل ايه، يشتغل في المعاينة او في الاكتوائية، ما ينفعش. يبقى هنا لا يجوز للوسيط ان هو يشتغل في الاعمال المعاينة او في مجال اعمال المعاينة. طيب هنيجي بعد كده الجزئية اللي بعد كده اللي هي القواعد المنظمة لعمل الوسطاء والمنتجين. القواعد المنظمة لعمل المنتجين والوسطاء، أول حاجة عندي اللي هي الأحكام العامة. الأحكام العامة أول حاجة إن وسيط التأمين هو شخص طبيعي أو اعتباري يتقاضى مرتب أو مكافأة أو عمولة. يبقى هنا الوسيط التأمين هو شخص طبيعي أو اعتباري، وإن الشخص الاعتباري ده اللي هو الشركة، ويتقاضى مرتب أو مكافأة أو عمولة. تاني حاجة، يجب أن يكون الوسيط مقيد بالسجل المعد لإيه لذلك، ويلتزم الوسيط بأن يمارس من الأحكام العامة أن يلتزم الوسيط بأن يمارس نشاطه وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لسوق التأمين في إيه في مصر. 4، ان هو يحظر على الوسطاء القيام باي اعمال تتعارض مع المصالح. ما ينفع هنا الوسيط بيحظر الوسيط القيام باي اعمال تتعارض في الايه في المصالح. طبعا هنا التزامات الوسيط اتجاه شركات التأمين، هنا لو احنا اتكلمنا عنها المحافظة على اسم وسمعة الشركة، ان انا بلتزم ان انا بحافظ على اسم وسمعة الشركة التأمين سواء كان يعمل لحسابها ام لا الوسيط،
المحافظه على العهد والمستندات والاموال التي تخص الشركه التي يعمل لحسابها، وثالث حاجه التحقق من صحه وحقيقه المطالبات الخاصه بالعملاء وسلامه المستندات والمرفق. هنا وللاسف حلقتنا انتهت، ولو احنا نفتكر مع بعض احنا خدنا ايه، احنا اخدنا من الباب الاول اللي هو الوحدة الاولى اللي هي اهمية المنتجين لشركات التأمين، واتكلمنا عن القائمين بالانتاج، قلنا ان هم اعضاء في الجهاز الانتاجي، ولازم ان هي ترتبط بعلاقة تعاقدية، واتكلمنا عن اهمية الجهاز الانتاجي، ودخلنا في الوحدة التانية وان احنا اتكلمنا عن التشريعات والقوانين او القواعد اللي هي تخص شركات التأمين. وللأسف الحلقة انتهت، واستنوني في الحلقة الجاية هنكمل الوحدة التانية في مادة فني التأمين فني الانتاج. وفي نهايتنا اتمنى لكم التوفيق، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.